هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل سلام يا ناس حبايبي الكرام. جات لكم مقطع جديد حبايبي الكرام، مثل ما انتم شفتوا حبايبي نزل الحدث هذا حبايبي الاي كي يا اساطير. حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين الان انا مش بحسابي شاب، انا باحد الحسابات شباب اللي انشاتهم من فتره. عم انتظر هذا الحساب شباب، يعني عم نشوف عم نطوره شوي شوي حبايبي عشان نعمل لكم عليه مسابقه اسطوريه يا اساطير. حبايبي قبل ما نبدا المقطع شبابنا لا تنسوا صلاح محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، اوكي، والانستغرام يا اساطير لا تنسون، وشباب القناه الثانيه حبايبنا اليكو جيمنج اللي ما شاف المقطع الاخير شباب راح 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 راحت عليك كثير من الاشياء. اي والله، اوكي ليتز اند جنتلمان شباب، حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين هون عن الشباب اول لفه بتاعها 29 50 90 140 200 300 700. اوكي حبايبي، لا رح نحاول نحصل عليك يا شباب لانه بالحساب هون حبايبنا هذا الحساب اللي انشاته مثل ما قلت لكم طبعا من شوي. جبت الرقصه هاي، اوكي، شحنت هذا اللعيبه وجبنا المركبه اللي هي تبعت التوب اب، حط هاي هون شباب. طبعا شباب بالنسبه للحساب وين هاي؟ عملت لها تثبيت. اوكي نرجع عليك على الاسلحه شباب، بفرجيكم الاسلحه. طبعا مثل ما برجع بقول لكم شباب عشان تفهموا علي، هذا الحساب شباب عم بحاول يعني اطوره واظبطه هيك شيء يعني لوز اللوز يكون فيه اسلحه لوز اللوز. طبعا ما فيه الاي كي هون، اوكي حبايبي، بس ولكن فيه السكار وفيه الاكس ام ويت. لا الاكس ام ويت لا ما فيه، فيه الام بي 40 اوكي، وفيه الشوتجن. ايش الشوتجن شباب؟ اوكي انا شباب خلينا ندخل على الحدث. الحدث شباب، الحدث التنين الاي كي. طبعا شباب راح نشيل هاي ونشيل هاي ونعمل تاكيد، اوكي، ونقوم بسم الله الرحمن الرحيم نضرب اول لفه نشوف حظنا شباب. بسم الله التمارو حظبي. اوكي اللي بعده، طبعا هلا حساب شباب يعني قريبا راح يكون عليه مسابقه اسطوريه ما بعرف، بس والله يا اخي ليش كان حظي يا اخي ليش هون؟ ها طبعا حبايبي يعني اي وين مكان اي مكان بروح له وبدعم يعني دائما بيض 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 بيض. يلا خلينا نشوف معلم التمانو، خلينا نشوف. يلا اطلع لنا معلم اطلع. يا الهي ويلي، والله فكرت شباب اطلع خلينا نفتح هذول يمكن يطلع لنا دايم. لا والله ما طلعنا دايما عليهم. يلا وهيك شباب جبنا ابو الاي كي يا بوي. اوكي شباب وهيك صار عندنا الاي كي حبايبي مثل ما انتم شايفين يا اساطير لوز اللوز. اوكي حبايبي الان خلينا نروح مع المتجر شباب ونحرق نجيب شوي نحاول نطور شوي الاي كي هذا حبايبي. وين كان المتجر يا شباب؟ المخالب الحاده تقطع العناصر، متجر اسلحه، وين كانوا يا جميلين؟ قول لي هذا هو كان؟ لا الاكي هذا هو حبيبي، هذا هو الاكي يا اساطير. خلينا نعمل هيك يا شباب، نعمل تزويد، اوكي، عندنا تخفيض 100، نعمل تخفيض معلم ونجيب حاول نضرب شباب، يعني هي نعمل تخفيض. كم جوهره عندنا شباب؟ رح نحنش شويش كمان بعد شوي، اوكي، اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك قول لي 500 او لما نعمل 1000 يصير ياخذ يصير تخفيض حلو هيك تمام اعتقد باللوز. لا هيك تمام اعتقد ناقصنا شوي. اوكي خلينا نشحن جوال شباب، خلينا نشحن جوال ليديز اند جنتلمان، خلينا نشحن جوال حبايبي، نشحن شوي جوال شباب نحاول نطور فيها الاي كي. اوكي نعمله يعني ليفل 3 او 4 حبايبي عشان يكون وضع تمام. واللوز اللوز يا هيك شحنا شوي جوال، كم صار عندنا نشوف؟ صار عندنا 1500 تمام. اللوز اللوز اوكي نشحن شباب، عندنا هون التخفيض حبيبي والله 1500 هون عامل تخفيض 1500 خلينا نتاكد شباب لا تاخذوني شباب يعني شوي دايخ اليوم. اوكي هنا شوي دايخ نعمل هيك 500 حبيبي والله 43 صندوق شباب 43 صندوق شباب رح نفتحهم شباب يعني ان شاء الله ان شاء الله توقفوا قبل ما نفتحهم حبيبي قبل ما نفتحهم حابب افتحهم هيك شوي شوي شباب وان شاء الله يطلعوا لنا هيك يعني كيف اقول لكم هيك عشرات 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 وعندهم شوية باكجات خلينا نفتحهم كمان حبيبي والله جي جي نعمل تزويد هون كمان ناخذ الاشياء هذول تمام تمام اوكي يلا اربعة يلزمنا 10 شباب طول خلينا نفتحهم 5 5 شباب 10 نفتحهم 10 10 خلينا نفتح 10 10 ليديز اند جنتلمان اي تمام تمام طبعا شباب هذا الايكي ما راح يعني حصبر شوي مثل ما قلت لكم اول مقطع حبايبي راح نحاول نطوره شوي شوي شباب طبعا هذا الحساب شباب حاب اطوره يعني شوي شوي نجيب له افضل اسلحه وافضل السكنات الموجوده شباب اللي بتنزل باللعبه فهمتوا علي كيف؟
عشان نعمل عليه مسابقة أسطورية يا حبايبي. خلينا نفتح الأشياء شباب موجودة هون. والله في كتير أشياء ويلي حصلت على أشياء. والله معلم جولد، هات الجولد يا جميل، هات نحصل هدول الشباب نفتح. أوه بي 40 ويلي بي 40 تاني دام. ويلي ويلي على الحظ شباب، ويلي ويلي على الحظ حبيبي. والله تفتح هذا كمان. اوه كمان بي 40 جديد وراك معلم، حظنا بالبي 40 لوز اللوز. اوه حتى جبت اكس ام 8، اكس ام 8 شباب شفتوا شفت بعين شفتوا شفتوا صندوق تكل ايه شو هذا؟ هذا بعيد الكوبرا. حلو نفتح هذا كمان. هذا شو؟ طبعا شباب حصلنا على اكثر من سلاح بهذا المقطع اليوم. ولي لا ام 60 شباب ثاني ويلي مع الاسباس كمان حبيبي والله لوز اللوز. طبعا شباب عن قريب راح ينزل متجر تخفيضات وراح يكون فيه يعني فيه صناديق ما صناديق، فهمتوا علي كيف؟ ليك شباب راح نصبر شوي شوي ونظبط الوضع يا جميل. كل شوي من السكنات حبيبي والله، شوي من الجولد. اوكي يعني خلينا نروح شباب نطور قبل الوضع. هات نشوف نروح على الاسلحه. طبعا الاسلحه حبايبي عندنا هون الاي كي شباب، الاي كي اوكي، وحصلنا على الاكس ام 8 شباب، هذا حصلنا عليه دايم، وحصلنا على ام 60 كمان ثاني. وينه ام 60 دايم كمان؟ والله شيء كثير حلو، مع انه هذا شاب هذا المعد قول هذا لا تقول لي معد اطلاق النار المدى. هذا شاب يعني من هذا ام 60 اسطوري يعني. هذا على ندخل على 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 الحاضنه شباب، حضرت ال 60 طبعا باقي له 21 يوم رح نظبطه على الوقت. اوكي يعني هذا مثل هذا شاب، هذا بالنسبه لي افضل ام 60 يعني، هذا فيه الدقه ده فيه مدى يعني جيش به بعض مع الاخير. ام 60 مفتوح شباب، حصلنا عليه كمان، حصلنا على سلاحين لوز اللوز. خلينا ندخل هون يا جميلين ونطور اللي نقدر نطوره. التمارا نجي لهون معنا 464 شباب لوز اللوز. ابلع يلا ليتس جو. هي هي يا بوي هي قولي يلا شباب حبايبي كران كامل نولع من ليفل 3 معلم. ليفل 3 تمانو ويلي 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 عاود ثاني حبيبي والله. وليفل 4 شباب طبعا شباب الاي كي هذا شباب الشيء المهم اكثر اللي فيه شباب سرعه الحركه هذا، فهمت على كيف؟ في ليفل 3 لما يصير ليفل 4 ولا كم وقت لا تطوير ليفل 4 شباب يصير يعني خلاص يعني يعتبر شباب. طبعا فيه باقي له الرقصه وما رقصه ومن هالاشياء شباب، بس والله يعني خلاص يعني صار الاي كي شباب يعني كل مميزاته اللازمه والاسطوريه شباب مهمة يعني. كل السلاحات يعني بتطورهم لما يصير في الأربعة خلاص تحصل على هذول الضرر. عنا ضرر واحد حبايبي هون ودرع معدل اطلاق النار يعني الوضع صار تمام معنا. هات لنشوفونا معنا ولا نقدر نطوره ليفل 5 كمان حبيبي والله. والله طورنا ليفل 5 كمان حبايبي لوز اللوز. طبعا شباب مثل ما قلت لكم حبيبي والله شيء اسطوري، شيء اسطوري شباب، شيء اسطوري. طبعا باقي له الليفل 6 و7 شباب، باقي له ليفلين اوكي. راح نطوره شباب بجزء ثاني لما ينزل المتجر غامض والاشياء الاسطوريه شباب موجوده فيها كثير حلوه. هيك شباب راح نظبط الحساب ايزي فريزي سكويزي معلم. اوكي شباب والله شباب ما اعرف شباب انا بتعرف شباب كل ما احصل اي شيء لازم ادخل هيك نضرب شوي هيد شوتات شباب. ليتس جو نضرب شوي هيد شوتات يا ساتير. اي تمام ليتس جو يا بوي. اوكي شباب فري فاير ماكس، فري فاير ماكس يس. انا هلا انا شباب بالفري فاير ماكس مثل ما انتم شايفين. لا مو فري فاير ماكس عفوا العاديه، خربطت يا اخي خربطت. كنت بحسابي من شوي كنت بفري فاير ماكس. لانه الصراحه شباب فري فاير ماكس شباب بعرف الكلام يعاني منها. سو خلينا ناخذ الاي كي شباب وناخذ له شويه هيك اشيك شباب حلوين. لا هون نجي لهون نحط له هاي ونحط له والله نحط على اي شيء اي شيء اي شيء شباب. نجرب نرجع نشوف الاي كي شباب شو وضعه هيك نجرب شوي حبيبي والله لوز اللوز. يلا يعني. كمان 42 شباب والله شيء حلو والله شباب يعني الصراحة. ويلي وين الناس؟ الناس نايمة عايشة فايقة؟ وينكم شباب؟ وينكم بس؟ هلو بوي وبا والله شباب شباب ليه؟ طبعا شباب ابلع هيد شوت من عندك عم وات از ذيس وات از ذيس برو هي يا بوي. تعال تعال هون تعال تعال وينك يا جماعه؟ تعال هون تعال 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 حبيبي والله تعال 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 لا تخاف تعال وين الشباب ابلع. هذا شو عم يعمل فوق هذا؟ يا خلاص
هبلة صراحة شاف شوف كم 30 40 ميلي 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 عاود تاني. اوكي حبايبي لك في الاهل هذا نقطة هذا معلم هون هو راح يعطيني شغلة كويسة. طبعا شباب شوفوا الرقصات شوفوا الرقصات بالحساب شباب يعني الحساب يعني عن جد اسطوري اسطوري كثير شباب. ليك حبايبي حبيت يعني هيك نطوروا شوي شوي شباب بعد ان نعمل لكم عليه احلى مسابقه. اوكي ليتس اند جنتلمان ليتس جو نطلع لبرا حبايبي ومثل ما انتم شايفين. اوكي ليتس اند جنتلمان حبايبي كنت انتهى مقطعنا اليوم حبايبي الكرام ان شاء الله عجبكم مقطع شباب لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات الله يسعدكم حبايبي. واهم شيء شباب مقطع اسطوري شباب انصحكم تروحوا تشوفوه بشباب القناه الثانيه ليكو جيمنج حاطط لكم الرابط تحت بالتعليقات. اوكي ونشوفكم على خير تشاو برو.